وهذا ما يعبر عنه الإسرائيليون بأسى. لم يرتقي خطاب الأمين العام لحزب الله حسن نصر الله إلى مستوى ضرب إسرائيل لمعقله في الضاحية الجنوبية لبيروت، خطاب كان منتظرا تكهن كثيرون وخاصة مناصري حزب الله بأن ينقل الحرب بين إسرائيل والحزب إلى مستوى جديد، إلا أنه لم يأتي كذلك، بل على العكس رأى بعض في هذا الخطاب تكرارا، وأنه لم يحمل أي جديد سوى بعض التناقضات التي خيمت على هذا الخطاب. في السياسة اعتبر نصر الله أن أحد أبرز إنجازات عملية طوفان الأقصى كان إعادة فرض طرح حل الدولتين، ما يوحي بقبوله به. إعادة إحياء القضية الفلسطينية بعد أن كادت تنسى وتصفى، وفرض البحث من جديد في كل أنحاء العالم عن حلول، لذلك جاءوا يحكوا بحل الدولتين ومشاكل. غير أن نصر الله وفي خضم الخطاب نفسه عاد ليؤكد أن أرض فلسطين تمتد من البحر إلى النهر ولا شبر لإسرائيل فيها. أنت يا صاحب الباسبور الأمريكي على أمريكا، وأنت يا بريطانيا على بريطانيا، وأنت يا فرنسي على فرنسا، أنتوا الإسرائيليين ما عندكم إلا هيدا المستقبل، وأرض فلسطين من البحر إلى النهر هي فقط وفقط للشعب الفلسطيني. أما على مستوى القيادة والتوجيه فيجزم الأمين العام لحزب الله أن من وصفهم بالمقاومة في لبنان والعراق واليمن وفلسطين وغيرها أحرار القرار وأسياده، ولكن كل حركة مقاومة أو دولة في محور المقاومة حيث هي تتصرف بقرارها، هي التي تقرر، هي التي تحدد، هي التي تفتح الجبهة أو تغلق الجبهة. لا يملي أحد على أحد شيئا ولا يأمر أحد أحدا. لكن سريعا يعود نصر الله إلى بوصلة هذه المقاومة مؤكدا أنها تتبع نهج شخص واحد. هذا الطريق أيها الإخوة والأخوات، هذا المنهج، هذه المدرسة، هذا الأسلوب الإبداعي، والذي كان طبعا يعود الفضل فيه بشكل أساسي إلى سماحة الإمام القائد السيد الخامنئي دام ظله الشريف. وبالانتقال إلى الميدان صرخ نصر الله قائلا إن الغلبة للأقوى، ومن يملك القوة فليبرزها. الذي يحميك هو قوتك وشجاعتك وقبضاتك وسلاحك وصواريخك وحضورك في الميدان، إن كنت قويا تفرض احترامك على العالم. إلا أنه في الوقت عينه اختار عدم استخدامها، هو الذي يذكر ويكرر دائما أنه قادر على خوض الحرب ضد إسرائيل والخروج منها منتصرا. نحن حتى الآن نقاتل في الجبهة بحسابات مضبوطة، ولذلك ندفع ثمنا غاليا من أرواح شبابنا. الضربة الأخيرة التي طالت الضاحية الجنوبية على حد تعبير نصر الله ألحقت بأخرى في الجنوب بعد ساعات قليلة على خطاب الأمين العام، ضربة بغارة إسرائيلية طالت منطقة الناقورة وأدت إلى مقتل 4 من عناصر حزب الله، من بينهم القيادي حسين يزبك مسؤول حزب الله في المنطقة. ضربة رفعت عدد القتلى من عناصر حزب الله بالغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان إلى 9 في يوم واحد، ليصبح أكثر الأيام دموية بالنسبة للحزب منذ 7 أكتوبر. تصعد إسرائيل باتجاه الجبهة اللبنانية، في حين لا يزال حزب الله بمنأى عن خوض حرب شاملة. واقع دفع بمسؤول أمريكي رفيع المستوى إلى القول إن واشنطن لا ترى رغبة واضحة لدى حزب الله في خوض حرب مع إسرائيل، ليستطرد ويضيف أن العكس صحيح أيضاً.